طب خلاص طيب يا ستي، خلاص خلاص، انت كل يوم تنكدي عليا، انا عارف انت كل يوم تفضلي تحرقي في دمي، احنا بقالنا شهر مخطوبين، في ايه مالك؟ اهدي بقى شويه على نفسك كده. انت كل شويه تقرفيني. امال مين يعني هيكون مين غيرك؟ اقول لك على حاجه، سلام. سلام، يلا يا ابني. في ايه يا ابني؟ انت لحقت تعمل مشاكل يا عم؟ انت زهقتني في عيشتي، كل شويه تتخانق وكل شويه تنكد عليا، دي حاجه تخنق يا ابني. اهدى شويه، والله مطلعه عيني. الموضوع مش مستاهل والله العظيم. السلام عليكم. سلام. انت اللي جابك بقى؟ استنى بس يا احمد، انت شويه، انت مش قلت ان انت مروح؟ انت ايه اللي جابك تاني؟ مفيش، روحت لها البيت لقيت المدام بتقول لي رقم رسالتك مع اصحابك، قمت سايب لها البيت وماشي. الله، يعني مش انا لوحدي؟ ما انا حسيت ان انا هخش في جدال، قلت اخدها من قصيرها واخد بعض وامشي. طب ما اللي بتقوله ده عادي يا ابني، ما هو البنات تلات حروف، ح ونون وميم. يعني ايه بقى؟ فهمني. بيحرموا على الراجل عيشته وبيحرموه من كل حاجه عادي يعني. طب ونون؟ نون يعني جايه من النسيان، بينسوا لك كل الحلو ويفتكروا لك كل الوحش. طب وميم؟ ميم جايه من المراره، بتمرر عليك الحياه. يا سلام يا علي، قلت لك يا علي حريم. لا يا علي، ما تأمنش الواحدة حرمة غير أمك يا علي، ولو أبوك طلقها